كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. المؤلف أحمد عبد الفضيل، المخرج مجدي سليمان. في وبكرة يا ما نشوف. سيد زيان، كريمة مختار، محمد أبو الحسن، نادية فهم، محمد محمود، عائشة الكيلاني، عبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع الفنان رأفت فهيم. كل شيء في الدنيا ممكن، كل شيء في الدنيا جايز. اطلع المريخ والأسفر والهواء العبي في أزايز. هي ممكن ولا جايز؟ مش هتفرق، لا هتفرق، لأني ممكن اطلع المريخ والأسفر والهواء العبي في أزايز. تبقى جايز؟ لا ممكن. موسيقى منير الوسيم. بكرة يا ما نشوف ونسمع عن عجائب لما نشمع وكله جاي. كله ممكن يا سيدي جاي. مش حتف، لا حتف، هتيجي في الحيفة وتركز. ماشي جاي، لا ممكن. بس ممكن تبقى ممكن لما عقلك يبقى عايز. يبقى جايز، مش هتفرق، لا هتفرق، مش هتفرق، لا هتفرق، مش هتفرق، لا هتفرق. يا جماعة عيب، عيب نبقى في القرن 21 ومش عارفين نحل مشكلة الزبالة لحد دلوقتي. يا عم حنفي، ما احنا بقالنا 20 سنة بندرس الموضوع وبنقطعه بحث. ما انت كل ما تقطعوا بحث كل ما بيقطع فينا. يا اخوانا الحكاية عاوزة حل. طب ايه طلباتك يا سيد حنفي؟ كم الزبالة اللي قدام باب البيت واللي قرب يحصل الشباك ده يخلص مين؟ بس كده بسيطة. ما احنا قلنا كلمة بسيطة دي اتلغت من نهاية القرن 20، واحنا دورنا في القاموس الجديد على كلمة حل محلها ما لقيناش. والزبالة اللي هرد بدلنا دي، ما قلتلك بسيطة. بسيطة يا عم، بسيطة بسيطة، المهم تنشال وفورا، وحياتك فورا. معقولة يا عالم؟ معقولة تطلعوا القمر والمشترى وزحل وتنزلوا في بطن الأرض ومش عارفين تخلصونا من الزبالة؟ دلوقتي يا ماما ايه اللي بيحصل في البيت ده من ورايا؟ حصل ايه يا بنت كفالة الشر؟ تقدري تقوليلي مين اللي شال كوم الزبالة من قدام باب البيت؟ لا انا ما قلت الكيش. لا قولي يا ستش. مش ابوكي راح الحي اشتكى لهم الزبالة، جم شالوها في ساعة زمن. وابويا ده هيفضل موقف سوق مخيب قبل لحد امتى يا ماما؟ ليه كده بس يا بنتي؟ عشان عريسي، عريسي اللي ما صدقت لهفته في المول، عريسي اللي مستنياه من ربع قرن. هو انت جالك عريس يا حبيبتي؟ وطار، جالي وطار يا ماما. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ والنبي ما انا فاهمه حاجه. قال لي ساكنه فين يا زينه؟ قلت له في شارع الرحمه وبيتنا من غير نمره، لكن ما يتوهش يا اخويا. قدام كوم الزباله لازم. طب وماله ما يجي شر؟ يشرف ازاي؟ اذا كان ابويا الله يسامحه خلاهم يشيلوا كوم الزباله. يوه، مش على الاقل العريس يجي يلاقي قدام بيتنا نظيف. نظيف ولا صريف؟ انا مالي العنوان. العنوان دلوقتي هيعرف عنوان بيتنا ازاي يا ماما؟ يعني ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمه. ترجعوا لكم الزباله قبل يوم الخميس. يوه، واديني وما اعبد، واديني وما اعبد. ان ما رجعتوا لكم مطرحوا لموت نفسي واقول ابويا موتني. قلت ايه بقى يا اختي؟ ما معذوره يا حنفي يا اخويا. معذوره؟ معذوره ازاي يا راجل انت؟ الله، مش متربيه عكم يا حنفي؟ مش من صغرها وهي معشره
ايوه وشايفاه بيكبر ما بيصغرش. اشرى يا حنفي البنت عندها حق. يا اخوانا تقوم تغضب عليا، يعني عايزين ايه؟ ارجع الزباله قدام باب البيت عشان العريس اللي جاي لها يوم الخميس؟ ما كلنا جيران وعلى ده الحال يا حنفي. جيران يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما احنا بنكتب يا اخويا عناويننا تبع اتجاه الكوم. وهي يعني الجوابات والتلغرافات بتوصلنا ازاي الا على حدس الكوم؟ لا اله الا الله. وحياتك يا حنفي يا اخويا انا ما بعرف انام ابدا الا على صوت الامواس وهي بتشرط اكياس الزباله اخر الليل. ومن سمعك يا سلام ما عادش في ريحه بتكيفني احلى من ريحه قشر البطيخ وهو مختلط مع بواقي الطبيخ. يا نهار ابيض. يا اخوانا احنا في القرن 21 يا ناس. ان شاء الله نكون في القرن 30 يا حنفي، ما دام الناس بتزيد يبقى فيه زباله. واحنا ادمنا من الصعب نتعالج. والمزاج ملوش دخل بالقرن يا حنفي. يعني ارجع لكم؟ رجعوا خلينا نعرف لنا عنوان يا حنفي. عريسك ما جاش ليه لحد دلوقتي يا زينة؟ زمانه جاي. الله، ليه بقى القلق ده على المسا؟ يعني انا بقول يكونش راح كوم غير الكوم. لا، انا قايله له قدام الكوم اللي حوالين عمود النور. الغايب حجته معاه. ما هو الغايب. ايه ده ريحة الشياط دي هبت علينا منين يا جليلة؟ انا عارفة. ايه ده، انت سايبة الاكل على النار؟ ابدا. ايه ما تعملوش قلق بقى. الله، لازم حد بيحرق الاكياس البلاستيك. بقول لكم ايه، انا مش عاوزه قلق. بنت يا زينة. يا بابا هو عريسك حينادي كده يا بابا يا بابا؟ ايه ده؟ ايه مش بقول لك متربي في مدارس اجنبيه يا بابا؟ ايه المرايه؟ فين المرايه؟ مين بينادي؟ انا يا ماما. في ايه يا تامر؟ نزلي لي خرطوم ميه وازازه مكرك روب. ليه يا واد؟ في واحد يا فندي دخل في الزباله وهي بتتحرق الكعبه، طلعناه والع. واحد مين ده يا واد؟ واحد يا فندي لابس بدله كحلي. كحلي عريس يا مسبتش عريسي. وجاي معهد كلينك 21 ليه يا حنفي؟ ما تروح الحي يخلصوك من الزباله. رحت لهم يا فندم، قالوا احنا شلناها مره واحنا ما بنتنهاش. وايه المطلوب يا سيد حنفي؟ انا بلغني انكم بتعملوا تجارب جديده بخصوص مشكله الزباله. شفتي سمعتنا ضربت وريحتها فاعت في كل حته زي فضيحه يا فصيحه. بفضل عبقريه سعادتك يا دك، اللي لا حصلت ولا هتحصل يا فندم. شوف يا حنفي. نعم. بعون الله وان شاء الله محدش على البسيطه دي كلها يقدر يحل المشكله العويصه المتخلفه من القرن اللي فات غير العبد الفقير. ابوس ايدك يا دكتور، الحقني باختراعك، ريحني من منظر الزباله، منظر يقصر العمر. دكتور اكلي بردهم يسي مع شوكو كتير. مالي خلطيفه رمي بردتابك ما دوجري لك دلالكم نجبالكم. لا ولا قوه الا بالله. يعني نجرب يا فصيحه؟ نجرب دكتور. هابي نيو جير. من غير ما نلعب في الجينات؟ لا يا فندم، احنا هنلعب في العدسات. في العدسات. شايف ايه يا حنفي؟ الله، انا شايف الدنيا بمبي. شامم ريحة الدخان يا حنفي؟ بالعكس، انا شامم ريحة سوار دي باوغي. شايف غبار المقطم يا حنفي؟ الله، هو المقطم والسماء صافيين؟ اول مرة اشوفهم صافيين. هم صافيين ليه كده؟ شايف عادم السيارات يا حنفي؟ عادم؟ وفين العادم ده؟ بالعكس، انا شايف كله بمبي بمبي بمبي. حلو جميل. هاي الاكسلنت. طب اخر حاجه بقى، عينيك لمحت كوم زباله يا حنفي؟ ابدا الدنيا بمبي بمبي بمبي.
عندي. نجحت العملية. طب روح لمراتك يا حنفي واوعى اوعى تقلع العدسات. حنفي عرفت تدخل البيت من كوم الزبالة ازاي؟ كوم ايه يا ست انتي؟ انا لا شفت كوم ولا دياول. يا نصبتي ما شفتش اللي قدام باب البيت؟ ابدا، انا شايف الشارع رايق فايق، ما فيهوش كيس فاضي ولا اي حاجة على الرصيف. يبقى جرى لعينيك حاجة. بصراحة انا مركب جوز عدسات مخليين الدنيا بامبي يا جليلة. بامبي ده ايه بقى؟ بامبي. بقولك ايه، ما تيجي نخليها بامبي واركب لك انت كمان جوز عدسات زي اللي عندي، علشان طول عمرك ما تشوفيش حاجه وحشه. حاجه وحشه؟ حاجه وحشه ايه؟ روح قلبي، اي فرصه الولاد مسافرين عند ستهم نغير العدسات ونخليها بامبي. هي زينة. هو ده بيتنا يا تامر؟ امال بيت الجيران؟ يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا لهوتي، ده تكوم الزبالة قفل الشبابيك والبلكونة يا تامر. معقول الكلام ده يا زينة؟ ده احنا ما غبناش غير 3 ايام. وبابا وماما فين؟ ما حسوش بالكوم وهو بيقفل عليهم الشبابيك؟ بابا بنادي عليهم. بابا ماما بابا ماما. حد بينادي يا حنفي. ظاهر كده في حد. يكونوش الولاد رجعوا من السفر؟ طب ما خبطوش علينا ليه بدل ما بينادوا من الشارع كده؟ انا عارفه يا ماما. 3 ايام يا جليله بامبي، 3 ايام انا وانت عايشينهم كان الواحد في الجنه. يا اخويا قوم رد على العيال بلاش كسل. ايوه ايوه يا اولاد ايوه. استنوا، ايه ده باب البلكونه ماله كده؟ ما بيفتحش ليه يا جليله؟ الظاهر في حاجه متصدره من بره. حتى الشبابيك كمان. طب اقلع العدسات. اتحبسنا ولا ايه؟ اقلع العدسات، بص شوف ايه اللي حاشر البيبان والشبابيك. يا خبر زي وشهم. الله 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 الله، هي العدسات كانت مغميانه للدرجه دي يا جليله؟ في ايه يا حنفي؟ كم الزباله وصل لحد ما سد علينا المنافس، اصبحنا محاصرين من الخارج بالزباله. جليلة تقولي العدسات هتخليها بامبي؟ بقولك ايه، زوقي معايا زوقي معايا زوقي زوقي قبل ما حد يشط عود كبريت في الزبالة هنوزع. زوقي. شايف عمايلك يا حنفي؟ عمايلي وانتي لسه شفتي حاجة؟ وبكرة يا منشوف من الحاجات تقلوب هيغيروا الجينات ويعدلوا السلالات وتعم الاختراعات والروبوت يبقى بأساي. كل شيء في الدنيا ممكن، كل شيء في الدنيا جاي. اطلعي المريخ ونسكن والهواء ازاي. الفرقه الموسيقيه بقياده حسيب عباس. كل شيء في الدنيا جاي. وبكره يا ما نشوف مع احمد عبد الفضيل ومجدي سليمان. مش هتفرق. لا هتفرق. لا ممكن. مش هتفرق. لا هتفرق.